خلونا اختصر عليكم المقدمة. في دينام راح نجرب شخصية شيوري، وراح احرق كل البريمو جيمز اللي عندي علشان احاول اجيبها هي والسلاح تبعها، وبرضه راح نشوف الاضافات والتغييرات اللي سواها بتحديث 4.5. وبس لا تنسوا اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي، وخلونا نبدا. اول شيء راح اشوف الاضافات اللي اعلنوا عنها بالبث. هذا هو اتوقع التريننج جايد. اوكي، ينصحنا نطور السكيل، يعني هذا الخط يشوفك المدى تبع قوة الشخصية تبعتك، فالخط هذا يعتمد على الليفل تبع العالم تبعك. وهنا يقول لي انه بايج مرة ضعيف لانه ليفل 70. ما يدري اني خلصت بيها الابس 12 خمس مرات. يا ساتر، هذا جايد كامل حتى فيه ايش احسن سلاح للشخصية وارتفاكت وايش اللي تطوره من المهارات. فوالله حلو، يعني هذا الشيء راح يكون مرة مفيد للاعبين الجدد انه يساعدوا على بناء الشخصيات. بس في اضافة احلى من هاي، وهي انك تستخدم كود ريد في متجر 12، لانه راح يخصم لك كثير ويساعدك في بداية اللعبة. واللي راح يساعدك زيادة هو متجر ماي جنشن ستور اذا كنت تريد تبيع حساب، وتقدر تستخدم في المتجرين نفس الكود. اكثر ما ننتظره بكل تحديث. دقيقة، الحدث لسه ما نزل، منزلين بس قصة شيوري وهانج اوت لينت. اولوياتهم دائما السيمس. وهذا البنر الثالث، يعني من هين تختار الشخصيات وتختار السلاح بنفس الوقت، يعني تقدر تختار شخصية او سلاح ما تقدر تختار اثنين بنفس الوقت. شوف، اذا في شخصية حاطين معاها بنت بالتدريب اعرف انهم يريدون يدفونها. ما راح احكم عليها هسه، خلونا نجربها النورمال. هي ضرباتها سريعة، واتوقع ان هاي اللي راح تعتمد عليها كدي بي اس، والدمج تبعها مرة ماشكة فيزيكال. خلونا نجرب السكيل. 22000، اوكي 16000. انا اتوقع الدمج العالي اللي قاعد يطلع من الدمية مو من النورمال. يب يب، 16000 بالتدريب، يعني برا ممكن تضرب معاك بال 30 وال 40000. بس كيف اسوي بلنج اتاك؟ اي بدل الشخصية بالإي. مثل ما قلت لكم بالفيديو الماضي، الشخصية اللي راح تكون بعد شيوري بالترتيب هي اللي راح تبدل عليها بالبلنج اتاك. ودي اشوف كم الدمج تبع البلنج اتاك. سوي زي كذا، ناخذ البفات. ودي اشوف كم الدمج تبع البلنج اتاك. سوي زي كذا، ناخذ البفات. 35022 بالبلنج، والله يجي منها. يعني الدمج تبع السكيل تبعها مرة عالي، ومثل ما تشوفون ما دام عندي شخصية تنزل عواميد فراح اطلع دميتين بدل الوحدة، وراح يضربون الوحوش. شوف كأنهم بالضبط الوحوش تبع فورينا. اوه 23000، وكل شوية الدميات اللي معاك في كل مرة تضرب راح يضربون معاك 23000، يعني بالعالم اللي برا ممكن الدمية الواحدة تضرب بال 40 وال 50000، وهذا رقم مرة كبير، يعني تصير نفس الوحوش تبع فورينا. وحتى النورمال اتاك تبعه يعني الدمج تبعه كويس، يعني تضرب معاك بال 17 وال 15000، بس المشكلة تخلص بسرعة. دمج الالتيميت 45000. انتبهت بالمونتاج انه نينغ وانغ بعد ما نزلت الدمية ضربت 41000، وهذا بسبب الباسف تبعها اللي يقولك لما تستخدم السكيل وبلنج اتاك راح يزيد الدمج تبع الدمى، فانها تجيب 40000 بالطور التدريبي اعرف انه بالعالم اللي برا راح تجيب ارقام تخوف. بس دمجها الفعلي راح نشوفه بالفيديو الجاي اللي راح يكون رحلة بناء الشخصية. اكيد انت الان تتساءل انا ليش لابس كمامة، وهذا الشيء طبيعي، يعني انت انسان وعندك عقل. المهم اللي ناوي اسويه، في كل مره افتح باكج في بنر شيوري راح اسكر عيوني بالكمامه علشان ما اشوف اذا طلع لي 5 نجوم او 4 نجوم. ليش؟ لانه ما اريد تشيتشي تجيني سي 4، فاقل شيء لو جتني ما راح اشوف القرف تبعها. المهم مثل ما تشوفون عندي تقريبا 6000 بريم وثلاث وشات، واذا هذول ما كفوا فعندنا هنا مخزون احتياطي. هي ترى جتني هديه، ما دامها مهي من فلوسي يعني انا ما زلت فري تو بلاي. ما نطول اكثر بالكلام، خلونا نقول بسم الله مع اول 10 وش. تخيل لو تجيني سوفت بيتي اقدر احصل على الرجينو. اوكي مع اني عندي اسي 6 بس والله احسن من دوري. 10 ثانية عاد شكلي مرة غبي. تخيل واحد من اهلي يدخل علي ويشوفني زي كذا. Let's see what we got. حلو حلو، طلع لي جورو. يا سلام لو جتني منه نسختين. اقسم بالله اليوم شكله راح افطر على جنشن. تخيلوا لي نص ساعة افتح حركت كل البريمو جيمز اللي عندي، طبعا انبعصت طلع لي الكونسليشن تبع ديها.
بس الحمد لله اني لحقت ارجع التسجيل، وهسع تقريبا انا في البيت 50 أو 60، وان شاء الله ما اصرف كل شيء عندي علشان يظل عندي مجال اقدر اجيب ارلتشينو. وش زيادة؟ 10 اليأس. والله لو ما جت بالعشرة هاي والله. شرب بس، الله لا يوفق هويوفيرس، والله لو ما طلع لي دبل الآن لأفطر عليهم. بدري صراحة، والله لو أدري كان فتحت وش واحد ما كان ضيعت الكريستالات. لا وأنا جاي قدام المحل تبعها يعني قال لك راح تزيد الفرصة أنها تطلع لي. المهم يا اخوان اتمنى تكونوا استمتعتوا بالمقطع ورفع ضغطكم معاي من الباكجات، وان شاء الله في فيديو كامل قادم لشرح شيوري من المهارات والبلد وهل يسهل تجيبها ولا لا. فاشتركوا بالقناة علشان ما يفوتكم شيء، ولا تنسوا اخواننا في سائر بقاع الارض من الدعاء، ونشوفكم على خير بالفيديوهات القادمة. مع السلامة، peace out.